علاج الآفات الأخلاقية. الغيبة، وهو أن يذكر الإنسان غيره بما يكرهه وهو غائب عنه في أخلاقه أو في بدنه أو في أقواله أو أفعاله المتعلقة بدينه أو بدنياه، بل حتى ولو كان ينقص في ثوبه أو داره أو وسيلة النقل التي له. وعلاجه أن يعلم الإنسان أنه حين يغتاب غيره فكأنه يأكل لحمه وهو ميت، وليعلم أنه كما يكره هو أن يتكلم عنه الناس بما يكره، كذلك يجب عليه أن لا يتكلم عليهم بما يكرهونه، وليحاول أن يكون لسانه لسان نصح وإرشاد وإصلاح، وليعلم أن ثلث عذاب القبر من الغيبة، وإن كان في مجلس أو في مكان يذكر فيه الناس بما يكرهونه فليحاول أن يغير الحديث أو يذكرهم بعذاب الله أو ليخرج من المجلس.